السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامج ناسنا. وياكم بشارع التنكتشيه، هذا الشارع القديم الاثري بالبصره. اي شارع قديم كلش قديم، وين راح اخذ الكرسي وشرد؟ شنو عودة استاذ؟ شلونكم عيني؟ شو اخباركم؟ شوفوا الاخ هنا. يا مرحبا. السلام عليكم. الاسم؟ رضا. رضاوي؟ ونعم منك، اخذت الكرسي وجيت قعدت. اي بعد الكرسي هذا بكانه وهذا اللي يعني انت توصل رساله انه انا ابو الحلال ابو الملك. اي طبعا ان شاء الله. والله قدها. الله يحفظك. الله يحفظك. شو الاخبار؟ والله الاخبار بخير والحمد لله نعمه. والله العظيم. شوف تعبان. اي بعد تدري بعد نفتح الساعه 7 نازل الساعه 8 بالليل. اي. فهذا الوقت كله يعني. يا لي اكل بالمحل. عندي الاخ هنا أنا حسوني. يشتغل اخ حسوني؟ اي نعم. حسون بزوجك رضاوي؟ هو بالشغل هنا مو؟ هو بالحلال؟ لا مداريهم انا اعتبرهم مثل اخوت. والنعم منك. اي والله. الله يحفظك. الله يسلمك. حياك الله. شو صار لك هالشغل هذا رضا؟ والله من 2007. من 2007؟ اي نعم. كنت صغير يعني. اي كنت صغير بالاساس هم اخواني الكبار. ايه. بلشوا بهذا العمل وانا كنت طالب مدرسه ادرس. ايه. فواكبتهم من فتره المدرسه بالعطله اجي اشتغل وياهم. ايش خلصت الدراسه؟ والله ابتدائي. ها ايوه الله يوفقك ان شاء الله. بعد تعودت على هذا المحل هذا الشغل. اي والله نعم. شو المواقف صايره هنا في هذا المحل؟ مواقف كثيره يعني ذكرنا موقف واحد. يعني من يا ناحيه يعني. اي موقف ببالك؟ اكثر شيء يعني يزورون النساء. ايه. وتعرف انت مواقف بعد النساء. ايه. خليها سكته. ايوه حسون تعال حسوني. خدمتك. شلون حسون؟ الله يحفظك. بلكي تشتكي على رضا تقول ما مداريني. والله تشتكي علي ما مقصر كلش. شلونك حسوني؟ الله يحفظك. شو اخبارك؟ الله يسلمك. شلعات قلبك نسوانك مو؟ اي والله. ها؟ يوم شلعات مو بس قلبنا. شو الاخبار بعد؟ الشغل شلونه؟ الحمد لله زين. نعم. ماشي الشغل؟ ماشي. ولا ماكو حركه مع ال لا حركه موجوده. مناسبات الحركه موجوده الحمد لله والسيوله هسه جاي نشوف يعني الحكومه الجديده خاصه الحكومه مال وقف لي وقف لي الشاه السوداني. ايش هي الحكومة الجديدة؟ والله اشوفها يعني ايجابية ويا الشعب يعني جاي تستجيب وجاكو بيها محاربة للفساد، تعرف انت اذا صارت الاموال اذا نزلت بمكانها الصحيح تصير حركة بالسوق، تصير نشاط تجاري بالفعل زين؟ اي فتتحرك الناس تتحرك شيء على شيء يتحرك تصير حركة ان شاء الله. اي والله رحم الله والديك. الله يسلمك ان شاء الله. رضا شاب عراقي هذا المشروع له وهذا المحل له هو بالشغل رضا هنا الحال والربط بيده. شلونك؟ شنو ماخذ البوم؟ ايه والله كنت اطلع اصباغ. اصباغ ها؟ ايه هاي تعرضون بيه الاصباغ اللي عندكم؟ ايه نعرض بيه. زين. وهاي كلها اصباغ مستورده؟ ايه كلها اصباغ مستورده. شنو تركيا؟ هي ايه تركيا. شو صار لك وياهم تشتغل جماعه؟ صار لي بي شهرين. شهرين؟ جديد بعدك؟ ايه مستجد؟ ايه قبل بس يعني اعرف الشغلات. شنو تشتغل؟ قبل كنت اشتغل بالصيد سمك. صياد. واش ايش الصيد هنا؟ الشهر هذا اموات. ايه الله كريم. الله يوفقك ان شاء الله. شنو عمرك انت؟ انا عمري 2004. 2004 6 18 18. الله يوفقك حبيبي ان شاء الله. الله لك الله يخليك ورزقك رزق حلال ان شاء الله. الله يوفقك الله يحفظك. تتزوج الله يوفقك وتجهز عرسك من هذا الجماعه. الله يحفظك وتذاكرهم قريب اليك. تسلم حبيبي موفق ان شاء الله. الله يوفقك. تواصلناكم اعزائي المشاهدين برنامج ناسنا في هذه الحلقه سوق التنكتشيه على الاشياء القديمه هاي الاثريه هاي. شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ حجي اكو ناس تستخدمها هاي لحد هسه؟ شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ شنو الاوضاع؟ الحمد لله عايشين والنعم بالله. اي والله عايشين العراق العظيم والنعم 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 منك ومن العراق. الله يخليك. حج هاي الاشياء اللي قلت لك عليها هسه هاي كلها اشياء مستورده. اي بس هاي الاشياء يشتغلوها بالسوق هنا بالسوق تنكتشيه يشتغلون. اي ما شاء الله لحد الان تنكتشيه يشتغلون فيها وما شاء الله. شنو اهم الاشياء الناس اللي حافظت عليها وبقوا حافظ عليها الفنجان والدله. اي هاي شويه رغم هذا غاليه بس العالم تستخدمها. اي والصحن الصيني تعرف انت بعد صحن الصيني الصواني شغلات اكو استيراد يعني اكو لا هاي الصواني ام العراوي. اي اي هاي مال مفطح. مال مفطح. اي مال مفطح. هم تجهزونها؟ اي هم مجهزه يعني شنو يخابرون جماعه يريدون هالعشاير. أي. ابو محمد المرياني. أي. أي. هذول يستخدمونهن
يستخدمون المفطح. اي عم سوينا مفطح. اي سوي لكم مفطح. محمد ميه ما شاربين يمنا. يا هذا ماي هذا ماي اعطيكم ماي. لا احنا نريد مفطح يمه. ليش عجب؟ ما عاد احد والله كان عندنا وين بيتكم؟ حجي هاي الشتشوه مالت اللبن اي اكو ناس تستخدمها لحد هسه؟ والله بالبصل القديمه اي لحد الان هم بالفافون تنكشي يشتغلوها. اي اي يشتغلون بها بس وين بالبصل القديمه. زين حجي قوم ياخذ نشرح على هاي المواد اكو بها بالبدايه شفت انا. اي يلا يا علي هذا الطبر هذا مالتنا هذا مو؟ لا هذا مالتنا مالتنا حجي هاي شو يستخدمون هاي؟ هذا الكيك. ها قالب مال كيك. اي قالب مال كيك الاولي. الاولي شوفوا هذا قالب الكيك الاولي القديم هذا. القديم هذا لحد هسه يشتغلون لحد اي لا الحمد لله جاي يشتغلون. اي جاي يشتغلون على اقبال هم هسه ما شاء الله صار كاب كيك بان كيك. اي حجي كله الحمد لله شكرا. ها حجي قبل شلون الشو مالته يصير الكيك اذا عندك خبره؟ والله طباخي لو شلون بتنور طين شلون؟ لا تنور طين لو يسوونه بالهذا ايه؟ على حطب. اي اي قديم يعني وذاك صفر طاس القديم. قديم ها صفر طاس. صفر طاس قديم هذا. قديم هذا شنو كان هيك صفر طاس. ايه؟ القديم يعني واحد بواحد. اي هسه هذا هم انقرض تعرف كان ابهاتنا من نجيب نروح بالمحل نروح نجيب صفر طاس ما ياكلوا من المطاعم وشغلات. صحيح هسه صارت هسه مطاعم مطاعم ومندي مندي هاي الشفاشير. اي هاي ما شاء الله هاي وين موسم هو موسم من المشايه المشايه مال المشايه. اي من الاربعينيه ها هاي كلها هاي ايرانيه. ايراني ايراني موفق ايراني وعراقي الله يخليكم موفق ان شاء الله. الله يخليكم الله يسلمكم. طيب الله يسكن. شو حجي؟ حجي تكاتك من عوكم ليش؟ تعال تعال. شلون حجي؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك. هواي يشتكون عليكم مش عجب؟ والله بعد اكو ناس يعني حشاك مو يعني مستخفه بالشارع. ايه كان مو كلها سوى. صحيح مو لولا سقال الشرطه يقول تكاتك والستوتات والدراجات بعد ما يطبون للمدينه. ليش ممنوع مثلا يعني؟ والله ما ادري. بعد والله هذا يومهم وش اقول لك؟ لا والله. انت شلونك بالتيك توك؟ زين الحمد لله. اخذت اقساط لو نقد؟ لا والله اقساط. ايش قد بالشهر؟ ادفع 220. مشي حالك بيها؟ لا ماشي الحمد لله. ونعم بالله. 27 سو بس المهم متاذين احنا من ورا كم واحد يعني. ايه؟ فما نطيح براس الفقير مو كل اسوء. هسه ما اوراق لسه ما مستلمها. ايه؟ يمتى اسوي رقم ولا تطلع؟ سنوي ورق والله كريم. الله يكرم عمرك ان شاء الله. رحم الله والديك الجميع ان شاء الله. الله يسلمكم. مستمرياكم اعزائي المشاهدين بهذه الحلقه من برنامج داسته شبابنا الحلوين. حبيب قلبي شلونك طيب؟ يا بعد عمر شلونك يا روح؟ حديد اي والله. قاعد داخل؟ اي والله. يوميه تروح؟ يوميه اروح. اجيك شو عند كره شو يسوون؟ عادي ايه نشتغلك نواشف. وعوف تشاري بتمن؟ لا اكيد بعد هالغوز بعد انسى ما اقدر والله العظيم. ملتزم بال النظام الغذائي نظام التمرين؟ اكيد لازم 100%. ايه لازم 100% التزام. ما تحصل ما تحصل على على شيء نتيجه اذا مو التزام. تكسي عندك انت؟ اي الحمد لله. شلون الشغل حركه؟ والله يعني يوم اكو يوم ماكو. الحمد لله وشكرا الحمد لله. يا بعد قلبه حبيبي سالم امشي الصحه والعافيه. الحمد لله امشي هذا الموجودات الستر والعافيه لك وتشتغل. الحمد لله الحمد لله وشكرا. جماعه السوق شلون هم هناك؟ والله كلهم يعني هذا شارع قديم وعلي حركه. اكيد اكيد ايه. كلش قوي. انت يا منطقه ساكن بالبصره؟ حكيميه قرب مقبره الانجليز. قريب من هنا؟ قريب من هنا. تمام موفق ان شاء الله حبيبي. حبيب قلبك الله كل الهلا بك يا ورد. الله يعزك. نعم اعزائي المشاهدين تواصل وياكم بهذه الحلقه من سوق التنكتشيه. شلون حجي؟ حياك الله. شلون الصحة؟ حياك الله. بيش الصرف؟ صرف 147.5 نشتري. العالم كله صيح اخ يا قلبي من الدولار. ايه. شنو شلعت قلوب العالم؟ اي والله صاعد نازل. انت من انت صعدت الدولار؟ انا؟ انا ايش عندي انا؟ اكل هالورقة حصل بيها 500 دينار. والله. شو صار لك مصيرة في الستور؟ انا من 90، 91. زين. ايه. ما صارت محل هاي الوسطية؟ لا والله. على قد العلاقة البيت كافي الحمد لله وشكرا. اي ما اشتغل غلط يعني ما اروح زايد 10 ورقات 20 ورقة علاقة البيت واروح.
حجي خلنا نحكي بصراحه. الصراحه ما حلوه. لا نحكي بصراحه. والله سلمت مرتين لميت وراحت. سلمت؟ اي مرتين. ايه. اي والله. ايش قد سلموك؟ مره 12 مليون. ويلي. ومره يمكن على ما اعتقد 11 مليون هم 12 هن راحوا. هاي شدت يا راحت. ايه. ذن تعب العمر والشغل. ايوه جارات البيت هاي مواليد 60 62. ايه. يعني راتب واحد ما ماخذ من الدوله انا. حتى رعايه قدموا ماكو شيء. الله يعوض ان شاء الله. اي والله. بس حتى انا اسالك سؤال وانت سولفت الموضوع مال التسليف. جواب. اكو ناس من ورقه من ورقتين من ثلاثه من عشره شو صار مليارديه؟ هاي بيش يشتغلون ذولا؟ شلون فرخن ذني الاوراق؟ والله ما ادري، هاي شيء ثاني عنده بعد ما ادري. خل اسولف احكيها مالت الله ما اعرف عنه شيء. فايز هاي الفايز ناس يشتغلون. يجوز بعد الله اللي يعلم عاجل يسمونه ما اعرف شنو اي. مو حلو هاي ما اشتغلها انا. تعرف وياي يمكن انا من 90 اقول لك 91 والله الورقه اشتغلت بها 2000 دينار. 2000 دينار 2000 دينار شغلت بها ايام كان الصدام اللي هنا تابعنا وحاربنا لا ما الله يكون بعونك ان شاء الله حج الله يسلمك هنا هو مكانكم هذا هاي هنا نقعد نجي الصبح اي ايه. موفقين ان شاء الله موفق. الله يسلمك بالخدمه انا جالت ايش بيك؟ فرات هذا ما شلون؟ حديد الله يسلمك تبوا اللفات اي والله اه اي والله طيبه الفلافل مالتك؟ كلش طيبه اه قلت لك؟ بدوار عليك ابو من؟ ابو ملك ابو ملك اخوك نامو؟ اي ابو ملك يعني دا واحد يشتكي على الفلافل مالتك هسه لا الحمد لله مجازين نص شنو هالفلافل مالته؟ اه مو ليش صاحبك انت خاف؟ والله عليها سحب عليها سحب؟ مرغوبه بالسوق؟ ورخيصه اي بيش لفه؟ ثلاث ارباع اي زينه مناسب قصه لك تشغل هاي؟ والله صار لنا هواي كلش هواي انت واخوك هنا اي موفقين ان شاء الله الله يعزك الله يسلمك شلون حجي؟ شو اخبارك؟ الضحكه الحلوه هاي الله يخليك انا من شفتكم ضحكت الله يسلمك والله العظيم ايش صار لك بالسوق ذا؟ والله صار لي 20 سنه 20 سنه اي والله وطلع من الصبح لليل اي يجيبنا الليل ويرجعنا الليل الحمد لله والشكر لا الحمد لله والشكر اقول لك الحمد لله والشكر رب العالمين الحمد لله والشكر وتعودتوا على السوق تعودتوا على السوق تعودنا بس اقول لك الدوله ما مطتنا نفس شوي يومية جايت لنا هي والشفل مالي اي شنو هددتنا اي عده مرات الناس الفقراء وين تروح شوف شوف كيف ترون هي هي شوف هي مو انذبها كلها براس الدوله الدوله هم حكى لان احنا ناس تمادينه مو اقول لك على انا اعطوني خط ما تجاوزته بس اكو ناس تمادت اليوم هنا مو بس لان اول شيء لاكو شرطه لاكو مرور خضاره هاي الشغلات كيله ما بيها العالم ظلت تتمادى شويه 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 ما نقول لك الخلل بس بالدوله لا الدوله بيها خلل وهنا بينا خلل بس اليوم لازم يصيرون منصفين صحيح. المنصفين شني يعني انت يقول لك شيل قمريه انت تقعد ببسطيه بدون قمريه زين انت بالصيف شمس بالشتاء مطر شلون راح ترتب وضعيتك لا هم شايفين لك تعيين ويقولوا لك هذا تعيين واطلع من بسطيه عم اطيها البسطيه صحيح انا اطي البسطيه ما ريته مليت من الصبح الليل من الصبح الليل رجلينا حتى انت هسه ملتزم يعني اكو ناس ملتزمه هذا خط تبع عليك شو هذا الخط شوف الابيض هذا الخط انت طالع منه سنتيم انا ليش احمد الله واشكر اعطوني مكانه بسط بي الحمد لله واشكر بس اكو ناس مثلا اتمادت. ما ملتزمه ما ملتزمه مو دول تلحونهم مو هذا الرجل ملتزم ما عندنا شرطه أيه. سيارات هسه ايش دابينها هنا السيارات؟ اي يقول لك ماكو لا مرور ولا شرطي مشكلة يحاسبنا ماكو نعم اعزائي المشاهدين مشكور حجي نعم اعزائي المشاهدين وصلناكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج ناسنا على امل لقاء بكم بحلقات قادمه تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل اشوفكم الف خير.